سي سمير، مرحبا بك على المباشرة على تونس الرقمية وتونس النميري. غادي نشوفوا نلاحظوا اللي نقص مع الفارينة سميد، فما أزمة في الخبز في ولاية نابل، لو كان توضح لنا النقطة دي. بالنسبة لولاية نابل، تعرف معناها ولاية ذات استهلاك مرتفع في مادة الخبز. عندنا تقريبا 219 مخبزة مصنفة، وعندنا ما يقارب 100 مخبزة غير مصنفة. ثم معناها بالنسبة للأصناف الخبز الكل معناها قاعد يتروج بشكل عادي. عملنا عملية مرافقة وعملية مسح شامل البارح، معناها خصصنا أكثر من 6 فرق مرافقة، وعززنا بالمصالح الأمنية ونصحنا فيها بالجانب مع السلطات المحلية. عملية التزويد تمت معناها بصفة عادية. البارح مثال باش نعطيكم أرقام، تزودت الجهة ب 1731 قنطار عن 55 عملية بيع لبقية المخابز. وبالنسبة إلى اليوم، إلى حدود هذه الساعة، تزودت الجهة ب 1241 قنطار ل 27 عملية بيع. ما لاحظناه معناها كونه مع الوضع العام يعتبر مستقر التزويد بمادة الخبز. تم صحيح إشكاليات في عملية التزود بمادة السميد، في نقص سميد، وكيف كيف بالنسبة للفرينة الرفيعة اللي هي بأسماسات المخصصة إلى صنع الخبز الرفيع بمحلات الغير مصنفة. وراه في الجانب هذا الإدارة تقوم بجميع الإجراءات الممكنة قصد تأمين عملية التزويد، تنسق بصفة مباشرة مع المطاعم. إذا كان ثم أي إشكال معناها لدى أي متداخل اقتصادي وخاصة المخبزة، نحاول كونه نربطوا السيرة بيناتهم من أجل توفير أكثر ما يمكن من مادة فريدة لفائدة الجهة. نحب نطمن المستهلكين أو الوضع يعتبر عادي، ونسق حسب ما تم تنسيق مع المصالح المركزية باش يرتفع في عملية التزويد خلال الأيام القليلة القادمة. نحب معناها نأكد ونعاود كونه الوضع العام يعتبر عموما مستقر، ما فماش حتى إشكالية. نحن كإدارة موجودين على ذمة المستهلكين، إذا كان فما أي إشكاليات وإذا كان فما نقص في منطقة معينة، ندخلوا معناها في الإبان ونحاول كونه نحل جميع الإشكاليات. سي سمير، هي فرصة ده باش نحكيو على بقية المواد الأساسية اللي ناقصة شوية، كيما السكر، الزيت. بالنسبة للسكر، تعرفوا الجهة تتزود أسبوعيا بكمية في حدود 250-300 طن. المخصصين لأكثر من 70 تاجر جملة. الحقيقة معناها في الظرف الحالي معنا نقص، لكن النقص هذا نلاحظوه خاصة في محلات نتاع البيع بالتفصيل نتاع المواد الغذائية. والجانب هذا معناها نحب نوضح فيه كونه معناها ثم العديد من الممارسات الاحتكارية ترتكب على مستوى التفصيل، وذلك علاش معناها في إطار النشاط الرقابي تاعنا نركزوا أكثر ما يمكن على مسالك التوزيع والتفصيل. ثم عمليه مراقبه تتم كيف على مستوى الجمله، وتم على تجار الجمله، وعمليه الترويج نتاع ماده الزيت والسكر، ونثبتوا في مدى التزاما بالتراتيب القانونيه المعمول بها في هذا الجانب. نسق التزويد معنا باش يكون معنا باذن الله معنا في ارتفاع. ثم عمليه تنسيق مع المصالح المركزيه، مع ديوان التوسي للتجاره، وكيف كيف معناها بالنسبه للجوانب هذه نحاولوا الماكسيموم كونو نوفروا الكميات الضروريه لتامين الحاجات الاستهلاكيه للمواطنين.